عن الجزء الثاني اللي هو فيما يختص بموضوع عملية الشراء واضحة بالسلة. طبعا أنا حطيتهم بالسلة هون الأشياء اللي أنا بدي إياهم. طبعا هي أنت لما بتشتري ما بيكون بناء على الوصفة الطبية أو لا بعد فحوصات إنه في نقص بزنك، في نقص عندك بفيتامين سي، فيتامين د، فممكن تشتريها. إضافة لمنتجات ممكن أنت تشتريها بناء على قناعاتك الشخصية أو يعني ما يكون فيها أضرار. طبعا أنا هون مثلا بدي أشتري هاي ثاني مرة، في عندي هاي المنتجات اللي بدي أشتريها. طبعا هون بالأردن أول إشي بدنا يكون الطلبية ما تزيد عن 200 دينار، لأنه إذا زادت عن 200 دينار راح يعتبروها طلبية تجارية، لازم تكون دايما أقل من 200 دينار. تاني شغلة، في عندي إشي اسمه الرمز الترويجي، بروح على الفيسبوك بكتب بس بدي كود إيهير، بعطيك كود، فأنا أعطاني هذا الكود لقيته اللي هو نيو هيرب اللي هو 20%، وهو بيكون للمستخدم الأول، بس أنا داخل لأنه باسم جديد لأنه ما مشان أخذ الخصم أكبر، داخل باسم جديد اللي هو نيو هيرب، فحطيت هذا الكود ومشي عليه. لاحظ قديش إن الخصومات 26 دينار، ولاحظ قيمة العناصر كلها 200 وشوي، راح يطرح منها كمان خصومات ما بين اللي هي إضافية ومنتج وإلى آخره، ويضاف عليها الشحن. الشحن لاحظ إنه عندي 9 دنانير، الشحن ممكن أنا أنزله، ولكن أنا عندي نفس الطلبية كبيرة، فلاحظ إنه خلينا ناخد بموضوع الطلبية شوي. هلا اللي أخذ اللقاح ممكن إنه يصيبه تعب أو إجهاد، هذا التعب أو إجهاد بعد اللقاح، فالأفضل إنه يستخدم مضادات أكسدة. هاي مضاد أكسدة، فأنا حاطه هو بيسموه NAS. طبعا بعد قراءة الأبحاث والدراسات عليه بين إنه إنه منيح، وللناس اللي ما عندهم أي مشاكل صحية وأخذت اللقاح. فلقينا الـ NAS هو مضاد أكسدة، حكينا عنه شارحنا إياه، إنه هو هاي وصفه، بدعم جهاز المناعة، هو منتج نباتي، تأخذ منه قرص بما إنه عياره هون عندي 1000، وأنا جربت لمدة أكثر من شهر ونص كان ممتاز. اللي هو N-Steel 16 NAS بيسموه، هذا للناس اللي بتتعب بعد اللقاح تمام، وما يكون عنده مشاكل صحية. يعني إنسان سليم أخذ لقاح ولكن تعب منه، تعب منه من ناحية إنه إرهاق، تعب، نعاس إلى آخره، وممكن إنه يستخدمه. أي حدا بيكون عنده مشكلة صحية وأخذ اللقاح فممكن إنه يستشير دكتور، ولكن هذا هو مكمل غذائي، هو مكمل غذائي ومضاد أكسدة، فبتوقع على الجميع بيكون. بس هاي التحذيرات اللي حاكين عنها هي فترات للسيدات فترة الحمل أو الرضاعة، يجب استشارة دكتور أو إذا كان بيعاني من أمراض مزمنة زي كلى أو قلب أو غيره. هذا الـ NAS هو يعتبر يعني جدا مفيد، بما إنه عياره 1000 فهي بتكون حبة يوميا ما يزيد عن 6 أسابيع تمام. وحتى الناس اللي انصابوا بكورونا أو مصابين ممكن إنه يستخدموه تحت استشارة طبية، يعني ضمن بروتوكول علاج. فهذا أول خيار كان لي بالسنة نظرا لأهميته خاصة فترة الشتاء والظروف الحالية. نيجي على الخيار الثاني اللي كان عندي بالنسبة لي مهم بالسلة، اللي هو ثواني حتى تطلع تمام، اللي هو كان عندي أشوف لكم إياه، اللي هو حمض ألفا لبوتك تمام. هذا الحمض للناس اللي بيصيبها كسل، بيصيبها خمول، هذا بوزع الفيتامينات والبروتينات داخل الجسم، وبالتالي ما بحملهم أو بوديهم مكان دهون. فبتوقع إنه هذا كمان مهم للناس اللي بتكون بتتعب من اللقاح بعد الجرعة الثانية تمام. ممكن تستشير دكتور، ولكن هو من مكملات غذائية وإن شاء الله ما بيكون فيها أي مضار، ولكن بتستخدم لفترات قصيرة شهر بالكثير، شهر ونص تمام. طبعا هاي الوصفة مكتوب مكمل غذائي يساعد في أيضا الجلوكوز وتجديد مضادات الأكسدة، غير معدل وراثيا، خالي من الجلوتين وخالي من الصويا. حكينا إنه يلعب دور مهم في عملية حمض الجلوكوز والطاقة الخلوية في الجسم، وبالتالي بيخفف من الإجهاد على الجسم ووزع، مما يساعد في تجديد مضادات الأكسدة مثل فيتامين جيم وها والجلوتين، وهو يعني مضاد الماء وموصل للرطوبة، وبيعزز قدرة الجسم وبيساعد في إنتاج الطاقة الخلوية وتوزيع الفيتامينات بشكل صحيح، وبالتالي بيخفف الإجهاد على الجسم.
تمام. هذا كمان أثبت عليه كمان دراسات علمية، وتم استخدامه في أكثر من 40 50 سنة عم بيستخدموه. ممكن تستشير أخصائي أو دكتور، أو تشوف حد استخدمه قبل هيك واستفاد عليه. هذول بالنسبة لي كانوا أهم شيء بالسمنة، إضافة لمنتجات تانية أو تعزيز للمكملات الغذائية، سواء كانت من فيتامينات وعناصر اللي هي مثل هلأ رح نشوفها، اللي هي عندي كمان اليود يعتبر من الأشياء المهمة، فلأنه هون الموقع يستخدم طبيعي للناس اللي عندها مشاكل بالغدة الدرقية ممكن تستخدم اليود. طبعا اليود عندي هون بفرجيكم اياه، اللي هو طبعا اضافة لأشياء اللي تتعلق بالاستحمام، فيتامين دال 4 او دال 3، اوميجا 3 للناس ما بتاكل سمك، زبدة شيا اكيد معروفة، تمام. فيتامين سي اكيد معروف بما انه كان عليه خصم وسعره ممتاز. في كمان اشياء اللي بتتعلق مثلا زي القهوة، او مثلا مركز التوت الازرق هذا يستخدم للعيون لإجهاد العيون. مثلا هون عندي هاي عشب بحر، هذا كمان بيستخدموه للناس اللي عندها مشاكل بالغدة الدرقية. ممكن تفحص لو عندك مشاكل بالغدة الدرقية، بس شيء دكتور انك تاخذ مثل هاي المكملات الغذائية اللي هي بتدعمها، خاصة انه احنا بلد مش بحري يعني، ف اتوقع انها ممتازة بتكون، وسعرها كمان يعني 5 دنانير و19 قرش، يعني ممتازة على 200 قرص، تمام. في حاطين لك كمان تاريخ الانتهاء كمان تنتبه عليه. هلا بين المنتجات زي هيك، هلا احنا شو حكينا، حكينا الطلبيه لازم تكون بين اقل من 200 دينار، لانه اذا اكثر من 200 دينار راح يحسبوك انك انت تاجر، فحتى انه ما تاخذ على جمارك اكثر لازم تكون الطلبيه اقل من 200 دينار. تطبق تحط كود خصم، ممكن تبحث عنه باي جوجل على جوجل، او تدور عليه على الفيسبوك، فبتدخل رمز اللي هو الكود، وإذا كنت لأول مرة راح يعطوك هم الكود اللي هو نيو هيرب 20%، وتعمل تطبيق فمباشرة بتخفض من السعر. نيجي على الشحن، نلاحظ إنه الشحن مثلا عندي 12 دينار، تمام. هلا في منتجات هي بتساعدنا على تخفيض الشحن، من ضمن هاي المنتجات اللي هي منتجات بسموها توني موني، منتجات توني موني. هلا منتجات توني موني هي بتخفضها من الشحن، يعني لو كتبت أنا هون توني موني راح تجيني منتجات معينة. هلا أنا لحتى أخلص من الشحن فأنا بدي أشتري من هاي المنتجات، لأنه إذا ما اشتريت راح تروح الشحن، فبيكون أفضل إني أنا أشتري منها. مثلا هو سنقوم بإعلامك نفذ من المخزون، بدي أشتري هاد ولكن نفذ من المخزون. خلينا نشوف شي تاني مشان يخفض لي 9 دنانير. فرضا بدي أشتري إشي تاني، أقنعة وجه فرضا أو ماسكات. خلينا نأخذ هذا الماسك مثلا أضيف إلى السلة، نأخذ هذا القناع التجميلي أضيف إلى السلة، لأنه إذا أنا ما أخذتهم رح ينضافوا، تمام. هاي ينضافوا، خلينا نشوف كيف الشحن صار. لازم الشحن ينزل، لأنه هاي المنتجات هي أصلا بتساعد على تخفيض الشحن، لأنه إذا ما راحوا بالشحن كدفعتهم شحن بستخدمهم، ليش ما أنا أستخدمهم بماسكات أو أشياء. ممكن لاحظ هون صار 68 الشحن، ثواني تمام 68. طيب خليني أخذ كمان واحد وأشوف قديش بصير الشحن. نزل صار 7. طيب خليني أخذ كمان واحد، لأني أنا هيك هيك راح أدفع، بس لكن أنا بدي أخفض من الشحن صار 6. ممكن كمان أخذ كمان واحد، تمام لساته 6. طيب ممكن أخذ كمان واحد، خلينا أخذ 3. وصلت إلى أقسام التعديل. طيب ماشي، أخذ مثلا من هون، اوكي. طيب نحاول بهاد، هضل احاول لحد ما ينزل الشحن. نزلت اوكي، خلينا ناخذ كمان واحدة. 3 صارت 5 و76، رجعت ارتفعت. طيب اذا بضلني اضبط
فيها لحد ما انه يتخفض. خلينا نشوف كيف الاشياء.